علينا مسؤولية، المسؤولية أن نلعب بحماس أيضا ونلعب بأخلاق رياضية. هذا الشيء اللي لازم نتمسك فيه. الروح الرياضية ما هي موجودة إلا في الرياضة، وتعني شيء الكثير فيها. تعني روح الفريق الواحد، تعني عدم الأنانية، تعني الالتزام بالتدريب، تعني الانضباط في هذا. وهذه كلها أنتوا رجال وتعرفون شلون تمثلون بلدكم في هذا الوقت العصيب والوقت القصير. فعلا مثل ما أشوف أخواني الإداريين يعني شادين حيلهم ليل ونهار، أيضا أرجو منكم أيضا أنكم تشدون حيلكم بالتدريب قدر ما تقدرون. هذا راح تستفيدون منه دائما في الملاعب اللي راح تواجهون فيها أيضا أخوانكم اللاعبين. فالله يوفقكم وكلنا ندعي لكم فيها. إذا تمسكتوا بهذا الكلام اللي أنا قلته، النتائج بيد الله إن شاء الله، ونرجو من الله إن شاء الله التوفيق والنجاح فيها. الله يوفقكم إن شاء الله، وإلى الملتقى إن شاء الله في اللعبات هذه فيه.